وبعدين نعود لك خمسة ديال الأركان الإسلام راسي في العربية الأولى هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا هذو الأركان الخمسة دابا إن شاء الله غنسجل أمامي اسمح لي شريط فرنسي ولا صيني ولا من لا ما تعرف عادية وصافي ما خلش من يوم 180 صيني مش ماشي اليوم اسمح لي شريط نترجم سلام 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 ياباني 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 سلام أشهد أن لا إله إلا الله شيف. أشهد أن محمدا رسول الله تفهم العربية تفهم العربية تفهم العربية تفهم العربية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سي محمد أجي معك سي محمد أكرم أجي